كان مشوارك في الفن صعب؟ قوي. يعني هو رئيس ما تناولناه منذ البداية. صعب. لأن صفاتنا من الصعيد. بنفعل. بفتكر يعني عارفة. طبعا أهلي ما كانوش راضيين إن أنا أمثل. ولما أنا أصريت طردوني من البيت. بعدين الأستاذ زكي طليمات الله يرحمه خدني بيت طالبات. مش عارفة شكلي مضحك وأنا بنفعل كده ولا إيه رأيك يا فريدة؟ إزاي؟ مش عارفة حاسة إن أنا حاسة مرة تانية إن أنا واقفة قدام ممثلة قديرة لا أملك إلا الانحناء لهذا الإجلال. شكرا. أنا مش يعني أنا مش بعيط عشان زعلان. لا يعني أنا زعلانة من أهلي ليه ما عرفوش إن أنا قد كده حكاية صادقة. هم ربوني هم عارفين إن أنا ست صعيدية بنت صعيدية ودغري وصادقة وإذا ما بأومن بشيء بحبه بصدق. ما فهموش دي فيا. بس عشان التقاليد. التقاليد بالظبط. بس الحمد لله يعني اثبتت ليهم ان انا المساله كانت كاده بالنسبه لي. المهم يعني على الواحد ياخدها باختصار شديد لسبب ان الناس تعرف ان اي مهنه الانسان بيمر بيها بتكون سبب قوي علشان تعمل منه شيء انسان شخصيه مقدره كيان. المهن بتصنع الانسان. المحنة بقى اللي أنا هحكيها وباختصار شديد عشان مش عايزة أنفعل أكتر من كده ولو إني بحب عمان ومبسوطة بيها وكله بس رجعتيني مشاعر غريبة قوي. لما أنا حبيت بقى أخرج من بيت الطالبات اللي كان وداني فيه الأستاذ زكي فعايزة أجر شقة. ما معيش فلوس 12 جنيه كل اللي بيدخل لي يعني لا كان في سينما ولا تلفزيون ولا حاجة يعني. فروحت اخدت محل كان محل عندنا في مصر اسمه ميزون سيري بيعمل بارير البرودري والحاجات دي. فبقيت اخده انا اتعلمت في المدرسه البرودري فبقيت اخده اشتغله واوديه واخد فلوس لحد ما قدرت اجيب شقه دور ارضي في ارض شريف باشا. لما بفوت عليها بحبها. بحب احيانا افوت هناك وما عنديش عفش. فرحت مزاد اشتريت حاجات بسيطه من ضمن اهم شيء اشتريته حاجه عشان انام عليها. فاشتريت مله والفلوس اللي معايا خلصت. ما بقاش معايا فلوس اشتري مرتبه. فكنت بحط هدومي انام عليها. طبعا اياميها انا ما كنتش حاسه باللي انا بعمله. يعني عارفه السن الصغير والصحه والشقاوه والبتاع يعني مش مقدره ايه اللي حاصل لي ده. المهم امثل، المهم اطلع على المسرح، المهم اعرف اتكلم عربي كويس، المهم ما اغلطش في اللغه العربيه، المهم المهم المسرح. لما فاتت السنين وبتساليني دلوقتي فانا بقول ان هدومي دي اللي كانت بدل المرتبه هي اللي عملت سناء جميل اذا ما كان هناك سناء جميل. اذا الالم هو اللي بيسهر الانسان بيخلق منه شخصيه عظيمه. المهنه وكيف بتخوضيها؟ هل بتقعي؟ هل بتصمدي؟ هل بتدخليها كامله ولا يعني بتلقي فيها؟ هنا بيتوقف. اذا ما خدتيها انا خدتها بس للاسف ما كنتش مدركه ان انا بخوض تجربه ممكن تصنع انسان. هنا المشكله. انما هو ربنا بقى وقف معايا الحمد لله.